كمان تعالوا بعد ما شفنا حسين الشحات وشفنا محمد شريف كمان نشوف عمرو السوليه قال ايه قبل المباراه. ده بطولة افريقيا، نهائي بطولة افريقيا، العالم كله بيتفرج علينا. احنا خسرنا الموسم اللي فات البطولة قدام الوداد، بس احنا الماتش الاولاني كسبانين على ارضنا، وان شاء الله اللعيبة كلها عندها مسؤولية ومركزة ان احنا يوم الاحد ان شاء الله نكسب ونعمل نتيجة ايجابية وناخد البطولة. ان شاء الله اللعيبة تبقى مركزة، بنحترم الفريق الوداد وبنحترم جمهوره، ان شاء الله اللعيبة تبقى على قد المسؤولية ونشوف مباراة كويسة، العالم كله بيتفرج علينا، ان شاء الله المباراة تخرج بصورة كويسة. طبعا زي ما انت قلت 90 دقيقة مهمة، خلصنا شوط في مصر وقدرنا ان احنا نكسب، عندنا شوط تاني ان شاء الله يوم الاحد، ان شاء الله نعمل نتيجة ايجابية واللعيبة كلها مركزة واللعيبة عندها مسؤولية وعارفة الحجم المسؤولية اللي عليها، وان شاء الله نرجع بالبطولة بإذن الله. لا يعني اللعيبة يعني بعد الماتش كان في شوية احباط شوية من الجون اللي دخل، بس ده وارد جدا في الكورة، واتكلمنا مع بعض وخرجنا نفسنا ان احنا كسبانين وان احنا عملنا اداء كويس، كنا ممكن نكسب ثلاثة ونيجي هنا نخسر، كل حاجة واردة في الكورة. نتيجة إيجابية إن شاء الله نقدر نكمل وإن شاء الله نرجع بنتيجة إيجابية. الحقيقة نقطة قالها عمرو، يعني كل اللعيبة عندها ثقة وعندها تركيز وعندهم إن شاء الله إصرار للرجوع بالبطولة.